ممكن طمنتكم قبل الفاصل لان الشناوي ما خدش انذار وبالتالي موقفه ان شاء الله في مباراه العوده موجود وسليم وباذن الله كهربا يتعافى. لكن في الاشاره الى فكره الانذارات، هم اربع لعيبه عندهم انذار واحد لكن الايقاف افريقيا بعد الانذار الثالث، فبالتالي ما فيش اي تخوف ان عندنا اربعه عندنا سته، اي عدد في النهايه هو انذار واحد والايقاف بعد الانذار الثالث.